عندي أرض كبيرة هنيك وبيتنا واسع يعني بيسعنا كلياتنا، وإذا بدك منعمر على السطح ومنسكن فيه، وكل خميس منروح منزور أهلك، ويا ستي منضل عنده ليوم السبت. شو رأيك؟ كنت عم تحكي معي؟ ايه عم حاكيكي. بتعرفي شو؟ أنا كتير مبسوطة لأنه رح ينباع الأوتيل. ليش؟ لأني رح بطل شوفك. يف بقيتك؟ شو؟ هلا بدي لاقي لك شغل هون بهالجريدة. شغل شو؟ هلا بس نقعد أنا وأنت حد بعض، كل هاي بدي أقرأ لك إياها ونلاقي شغل سوا، إيه؟ إيه؟ يلا تعال، تعال. عزوز؟ خير نورا، شوفي لا تشغل بالك، بابا رح يدبر لك شغل. كتر الله خير. اهلين يا ابو نورا. مرحبا شفيق. ميت مرحبا. كيفك؟ شو اخبارك اليوم؟ ماني منيح بنوب، صرت دق لمليون مره وما عم ترد علي. ايه روق 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 روق، ان شاء الله بتهدى الاحوال وبيحن قلب عليك. دق غير صحيح. فكرت بهذا الزبون يلي بده يشتري المنتجات؟ فكرت ابو نورا، فكرت. وبصراحه هذا الكلام كله ما له خارط مشطي. ليش؟ لانه مو معقول يجي واحد يدفع ملايين بمنتجع يا صابح يا ماسي حتاخذوا الدوله وتهدوا. لا تشيل هم، هذا الزبون واصل منيح وهو بيزبط حاله. بعدين له فتره لحقني لحتى دبر له ارض على البحر لانه بده يعمل مول. اخي طلبك بلسانك وقد ما بدك بيعطيك. ابو نورا يعني بيصير شيء اذا طولنا بالنا شوي؟ بلكي قدرنا نحل القصه وبيبقى المنتجع ما منبيعه. يا الله، ولك انت ما بدك تفهمني ليش متمسك بهالمنتجع. اولا كسوته رديئه، اثنين والاهم زباينه قلال. فانا برايي انه اقبض لك قرشين احسن ما تطلع بلوشه. يسعد مساك استاذ رشيد. اهلين بالمعلم شفيق. ان شاء الله مبسوطين عنا باقامتكم هون. ماشي الحال. طمني، ان شاء الله تاكدتوا انه هون ما في اثار؟ لا والله يا سيدي، نحن تأكدنا انه هون في آثار، وانا رح اكتب التقرير تبعي واقدمه للمديرية وهن بيكملوا بقية الاجراءات. طبعا المديرية رح تعوضك عن المنتجع، صحيح مو هداك المبلغ المحرز بس احسن من بلا ولا شيء. استاذ رشيد يعني ما في مجال انه نحلحل الموضوع شوي؟ لا يا معلم شفيق، هي ما حبيت منك بنوب. هذا التقرير انا مسؤول عنه وما بقدر اغير فيه ولا حرف قد ما بتعرض علي مصاري. ده الله يسامحك، أكيد حضرتك فهمتني غلط. أنا اسمي المعلم شفيق، لا برشي ولا برتشي، لذلك حط بذهنك هاي المسائل نهائية ما تقرب عليها. بس أنا عم بحكي من باب أنه يعني قد يكون في غلط، في خربطة مثلا. لا في غلط ولا في خربطة، أنا بشغلي مستحيل أني أغلط وأنا متأكد. ماشي، إن شاء الله خير. إن شاء الله. عن إذنك. الله معك.